استاذه روجينا، يعني الحقيقه من اول ما تعبتكش على طول دخلت خلصت وخرجت. وهي كمان روجينا يعني حاله بالنسبه لي. بس انتوا بتعرفوا تشتغلوا مع بعض كويس قوي، يعني 2022 2023 و2024 ثالث سنه ورا بعض اكسكلوسيف، انتوا الاثنين دويتو بتعرفوا تشتغلوا مع بعض كويس. انا روجينا الحقيقه بحبها على المستويين، على المستوى الفني وعلى المستوى الانساني كمان. او مثالي يعني كلنا تقريبا في الوسط الفني والثقافي ما بنختلفش على موهبه روجينا، لكن كمان فنيا روجينا مثقفه دراميه. يعني هي 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 بتذاكر جامد، بتذاكر بشكل مش عادي، وعندها ثقافه دراميه كبيره. ده مخلي التفاهم ما بيننا كبير وعالي على مستوى الفن، على مستوى كمان الانسانيات والشخص قد ايه هي طاقتها ايجابيه جدا. بتساعدني اني مهما كان اللي هنعمله صعب او في مشكله فيه، الحقيقه بتتقبله بمنتهى الحب وادراكها ان احنا بنعمل ده علشان نطلع حاجه حلوه يعني. فاحنا كنا متفاهمين جدا في المشهد ده، بان انا مش عايز اوجهها كتير، هي كانت مذاكره جدا. لما رحنا المكان هي دخلت في المود العام، لان المكان كان حقيقي وفعلا صورناه من اول لحظه على طول، ما خدناش فيه اي بروفات ولا اي